بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة الفيديو ده هنحل مواقف الدرس الثالث من الوحدة الثانية. هنبدأ دلوقتي بالموقف الأولاني. طبعا في كل موقف مديني خمس اختيارات، هنختار اتنين فقط حسب ترجمته وفهمي لرأس الموقف. أول حاجة تي ديماند أن باسانت، أنت تطلب من أحد المارة، لتينيرير خط السير، بور ألي أو بارك داتراكسيون من أجل الذهاب إلى الملاهي. كاسك ال دي هو هيقول ايه؟ اقول فا تو دروات اذا بطوالي بوي تورن اجوش ثم اتجه شمالا، وممكن يقول لي سي ا دو سان متر دي سي يعني تبعد 200 متر عن هنا. اثنين تون امي تو ديمان زميلك بيسالك بور كواتي افير لماذا انت خائف؟ كاسك تو دي اقول له ايه؟ جي فيان دو لا ميزون هانتي انا جاي من بيت الرعب. واليا دي شوف سوري يوجد خبافيش. ثلاثة تون أمي تو ديمان زميلك يسألك كومون تي فا أو بارك داتراكسيون كيف تذهب إلى الملاهي؟ كاسك تو دي أقول طبعا وعايز هنا وسيلة المواصلات. أقول إيه؟ جي بروند أن تاكس بركب تاكس. ممكن أقول أفيك مونبير مع أبي دون ساب واتير في عربيته. المخبر الرابع تون كوزان ابن عمك فابارتير سيرحل أون فاكانس بأجازة. كاسك تو دي أقول له إيه؟ بون فاكانس أجازة سعيدة، وأقول له بون فواياج مع السلامة. خمس طابتي تسير تو ديمان أختك الصغيرة تسألك بوركواتي أ لاتيت كي تورن لماذا عندك دوران؟ يعني دماغك بتلف ليه؟ كيسك تو دي جي فيان دو لا بوتيك دو سوفينير جي فيان دي مونتاني روس أنا جاي من قطار الموت جي شيرش إن أدريس جي سوي بردو جي فيان دو لابيسين جي فيان دو توبوغان. يبقى ناخد رقم دي ورقم سي. رقم ستة توم فرير تو ديمان زميلك بيسألك كيل اتراكسيون تي ريفير اي لعبة انت بتفضل؟ كاسك تو دي اقول لي مونتانيروس قطار الموت، واقول جادور لو باتو بيرات انا اعشق مركب القراصنة. سبعة تو ديمان داتون امي تسأل صديق سيكو ماذا الفي يفعل من دالي فاكانس اثناء الاجازه؟ ماذا انت تقول؟ انت اللي بتساله كاسكي تي في اون فاكانس الايه الاولى ماذا تفعل في الاجازه؟ كومونتي باستي فاكانس كيف تقضي اجازتك؟ اما دي في هنا كلتوم ما هي حاله الطقس اثناء الاجازه، متى تكون في اجازه؟ كومون سونت لي فاكانس كيف تكون اجازتك؟ لا يبقى هنا ماذا هو يفعل؟ هتقول له ماذا أنت كيف تقضي الأجازة وكيسك تي في أون فاكانس. 8 تي أنونس تي بروجي أنت تعلن عن مشاريعك للغد. كيسك تو دي أقول جي في فواياجي أ باريس سوف أسافر إلى باريس. جي في باسي مون لوازير أليير سوف أقضي فراغي هنا في القراءة نشوف كده جيم بندر جيم جي في أوليسي بناخذ المستقبل القريب. هنا رقم 9 تي اكسبت الانفيتاسيون انت تقبل دعوة صديق بور الي او بارك داتراكسيون عشان تروح الملاهي. كاسكو تو دي جي في الي او بارك داتراكسيون افيك ما فامي اقول له افيك بليزير بكل سرور داكور سيتين بون ايدي ماشي دي فكرة جميلة. 10 تي ديماند اتون امي كنت تسأل صديق متى الفا او بارك داتراكسيون متى يذهب الى الملاهي؟ ماذا هو يقول؟ اقول لك جيم الي او بارك داتراكسيون اون فاكانس بروح في الاجازه. جي في او بارك داتراكسيون بور ماميوزي لا. لو بارك داتراكسيون سيمون ليو بريفيري لا. بندال لويك اند اثناء يوم العطله دي صح. 11 تي ديماند اتون امي دو الفيان تسال صديق من اين هو ياتي؟ كاسكل دي هو يقول لك جي فيان دو بارك داتراكسيون جاي من الملاهي جي فيان دو لا بوتيك دو سوفينير انا جاي من محل الهدايا. 12 تون كوبان سينفورم صديقي يستعلم سيغ تي بروجي اوفيتير عن مشاريعك في المستقبل. كاسكيل دي كيل سون تي بروجي لويك اند بروشان دي صح. افيك كي تي باس لويك اند كون دي تي اي اون فاكانس او تي فا بندان لو ها ويك اند كاسكي تي فا فير سو ويك اند هي دي. سؤال 13 تون امي تو ديماند زميلك بيسالك لماذا انت تذهب الى البيسين؟ كاسكي تو دي يبقى بورناجي عشان اعوم. عندنا
جي انكور دو ناتاسيو، عندي حصة سباحة. 14 تي ديماند اتون كاميرات، تسأل زميلك او الفا اين هو يذهب، سوف يذهب في الاجازة الصيف كاسكيل دي، اين هو سيذهب؟ اقول لك جي في الامير، لوان دو لافيل على كامباني، هذا بعيد عن المدينة في الريف. الموقف 15 تون كوبان تو ديماند، زميلك بيسألك بوركوا تي فا او بارك داتراكسيون، ليه بتروح الملاهي؟ انت هتقول له ايه؟ بور مونتي لو باتو بايرت، لكي اركب مركب القراصنه. بور باسي ان بوتون، عشان اقضي وقت جميل. اما بور فير دو سكي، لا. بور فير لا ناتاسيون، لا. بور فير دي زاشا، لا. 16 تي ديماند اتون كوبان، تسال زميلك او الفا اين يذهب، او الفا باسي اين سيقضي السهره كاسكيل دي. اقول لك جي في الي او سينما، سوف يذهب للسينما. لو سوار سامي با الوبرا، لا. جيم باسي لا سواري، ها هنا او سيرك بون سواري، جي باس لا سواري افيك ايه مي كوبان. يبقى هنا اين، يبقى ناخد الاولى تون كوبان تو ديمان، زميلك بيسالك كيسك تي في سيور انترنت، تعمل ايه على الانترنت؟ انت هتقول له ايه؟ جي ان اورديناتير، لا. تون اورديناتير سوبر، لا. اون فا او سي دي اي، لا. جي شات افيك لي كوبان، ما دردش مع الاصحاب. اون شيرش ديز انفورماسيون، بدور على معلومات. 18 تي ديماند ان توريست، تسال سائح جنسيته ايه؟ كاسكيل دي جي سوي دوروجين ايطاليان، يقول لك انا من اصل ايطالي، ويقول لك جي سوي فرنسي، انا فرنسي. 19 تي تنفورم، تستعلم سور لا بوزيسيون دي فيل، عن موقع مدينه. كاسكيل تو دي او سي تروف لو كير، اين تقع القاهره؟ وممكن كيلي لا لوكولازيون، كيل اي لا لوكاليزاسيون دو كير، ما هو موقع القاهره. 20 تي ديماند اتون امي، تسال صديق سيز اكتيفيتي اون ايفير، عن انشطتي في الشتاء. كاسكيل دي، اقول لك جي في دو سكي، امارس التزلج. واقول لك جي في على مونتاني، جادور لي نيج، اذهب الى الجبل، اعشق الايه الجليد. مواقف الازهر، طبعا اختيار واحد. تي تنفورم، تستعلم عن سيغ لي فيتير بروجي، المشاريع المستقبليه لصديق. تو دي، اقول له كيسكي تي فافير سو ويك اند، ماذا سوف تفعل يوم العطل. هنا بور انونسي تي بروجي، لكي تعلن عن مشاريعك. بور دومان للغد، تو دي، هتقول جي في الي الكسندري، سوف اذهب لاسكندريه. ممكن هنا ده طبعا اجابه واحده. 3 تون كوبان تو ديمان، زميلك بيسالك بور كوا تي فا او بارك داتراكسيون، لماذا تذهب للملاهي؟ انت هترد عليه وتقول له ايه؟ اقول له بور ما ميوزي افيك مي كوبان، عشان ايه اتسلى مع اصحابي. 4 تو ديماند اتون امي، تسال صديق بوركوا الي تو نوار، لماذا شكله اسود بالكامل؟ هو يقول لك جي فيان دو ترين دي مين، انا جاي من قطار الظلام اللي هو قطار المناجم. تون كوبان تو ديماند، زميلك بيسالك دو من اين تاتي؟ تو دي، هتقول له جي فيان دو روم، انا جاي من روما. تي اكسبريم تي جوت، انت بتعبر عن ميولك. بولا ناتيل الطبيعه، تو دي، هتقول جيم لامير اي لا مونتاني، بحب البحر والجبل. 7 تون امي تو ديمان، زميلك بيسالك تي اكتيفيتي بريفيري، انشطتك المفضله في الملاهي. تو دي، هتقول له جيم بروندر لو توبوجان، بحب ركوب الايه الزحليقه. نيجي دلوقتي على سؤال القواعد. القواعد المجموعه الاولى طبعا بتتكلم على تصريف فيرب ايه فينير اللي هو ياتي. هنا لازم اراجع التصريف كويس. مارك ده بتساوي طبعا الضمير ال، اذا ناخد هنا على طول يا جماعه فيان ديز ايتات اوني، ياتي من الولايات المتحده. تي فيرب فينير مع تي ناخد الاولى، تي فيان دو سي دي. رقم 3 فو، هنا فيرب فينير مع الفو اخره اي زد، فو فيني دو جاردان. 4 جي، هناخد رقم سي، جي فيان دو لوبيتال، فادي اي موا، طبعا دي بتساوي نو، اذا ناخد الاولى، فينون دو لا مونتاني. رقم 6 ال، ناخد الفعل اللي اخره ان تي فيان دو بروكسل. 7
لكوبان دو رامي بتساوي طبعا اي الافيك اس، بناخد فيان رقم سي دو ميوزي. ال هتاخد الاولى ال فيان دو لوبيرا، المجموعه الثانيه رقم واحد ماسير فيان مير، مير دي البحر مفرد مؤنث تاخد لها دولار. اتنين جي في فينير، هنا باري اسم مدينة ناخد دو. رانيا فيان ها دي ايجيبت، هناخد دي ابوستروف لان ايجيبت بادئه بحرف ايه تحرك. فو فيني دو ليكول، خدنا دي ايه اللي ابوستروف لان ده اسم عام اللي هي ايكول. رقم خمس صوفي فيان، هنا بيبا دي جامع اللي هي هولندا يعني دي بيبا. ميزامي فيان نقط بلجيك، هنا بلجيكا دي طبعا مؤنث انا اخد لها دي دو بلجيك. الجملة جي فيان نقط ميزون هانتي بيت الرعب انا اخد لها دولار. جون فيان سويس، سويسرا هناخد لها ها دو دو سويس. خلاص ناخد لها ايه دو. ها يو هنا ياكو فيان جابون، جابون دولة مذكرة خد لها دو. جي فيان ماروك، المغرب دولة مذكرة خد لها دو برضو. مون امي فيان ها مكسيك دولة مذكرة بناخد لها برضو ايه دو. جي فيان فرانس اسم دولة مؤنثة ناخد لها دو. نو فينون هنا دو سينما، سينما مذكر. الان فيان دي ابوستروف انجلتير. لي توريست فيان دي بيراميد عشان هي جامع. المجموعة الثالثة مجدي اي موا اون نقط دو سير، طبعا هنا اون بتساوي الضمير ايه يا جماعة ايل، يبقى اون فا فير. نو هناخد نوزالون فواياجي او ماروك. ال فا نقط ها اوزو، يبقى ال فا اللي هي سوف تذهب الى حديقة الحيوان. رامي فا بروندر لوتران ا ويتير. فو هتاخد فوزالي الأخيرة فيزيتي لي بيراميد. مي بارونت بتساوي ايل افيك اس، ناخد لها فون اشيتي ان نوفيل بواتير. جي في فير دي طبعا كل ده مستقبل قريب يا جماعة لوسبورت. اون فا باسي لي فاكانس على كامباني. المجموعة الرابعة نوزالون نحن سوف نذهب، خلي بالنا في اللي زود ضميرين مع نو ناخد نو زائد مصدر. نو برو ميني سي توريست دو فرانس، يبقى فيان جايين من فرانس. ما فامي ايم نقط على بلاج ام عايزه فيها ايه مصدر بعدها اللي. رقم اربعه ايه النقط لاتيت كيتور، يبقى الى لاتيت عنده دوران. ما بيتيت سير اختي بير، هناخد طبعا عندنا افوار بير يا جماعه يعني تخاف. في عندي رقم ستة نو اون نقط اون بتساوي ضمير ايه اللي باخد فيان. لا ميزون انتي بيت الرعب سا مي سا دي طبعا بتساوي ضمير ايل، يبقى ناخد الاولى يبقى سا مي في بير. رقم تمانية سارة اي ليلى، هنا دو لوكسور يبقى فيان الاولى جاي من الاقصر. الفا عايز مصدر يبقى رقم سي. الفا عايز مصدر يبقى ناخد مونتي سوف يركب زحليقة. مارك بتساوي ضمير ايه يبقى ناخد لا ايه فا اريفي دومان. فو فعل مسرع مع الفو، فو فيت دي ماكيت. جي رونتري على ميزون، يبقى جي في سوف اعود الى المنزل الساعة 9. لي تون فروا اون ايفير، يبقى ايه فروات يكون برد في الشتاء. دومان اون بتساوي ضمير ايل يبقى فا اللي او بارك داتراكسيون. ميزن بان وبعدها ايه كوما، يبقى امر مع الفو، يبقى ناخد فيت اتونسيون يعني انتبهوا. المجموعه الخامسه لو ماروك ايه ان افريك، دي قاره طبعا. اون فاكانس جي في اللي على كامباني سوف اذهب للريف. ثلاثه مون كوزان في نقط ناتاسيون، يبقى دولا ناتاسيون سباح. 5 مينيت لافيون فا بارتير، يبقى دون يبقى بعد 5 دقائق الطياره هترحل. نوزالون بروندر لو مترو، سوف نركب المترو. جيم لا ميزون انتي جي في او بارك داتراكسيون. مون امي ام فير
دو سيرف جي في على بيسين مي كاميرات يبقى افيك مع اون فاكانس جي في سيرفي سور انترنت صفحه صفحه النت جي في الي شي ها مي جراند بارون 12 ال اشيت دي سوفينير ها بوتيك يبقى على بوتيك 13 كي تي فا او بارك داتراكسيون يبقى افيك كي مع من لإيطالي اي ان اوروب في اوروبا مي كوبان فواياج ها او ماروك لان المغرب دوله مذكره المجموعه السادسه اتراكسيون بريبيري اي لو توبوغان يبقى ما ولا ايه هناخد مون ليه بقى لان هنا اتراكسيون بدأ بحرف ايه حرف متحرك خلي بالك يبقى احنا خدنا هنا ليه هي المفروض مؤنث بس هناخد مون عشان هي ايه بدل حرف متحرك السون دوريجين ياتي بعدها ايه جنسيه مفرد مؤنث ناخد ماروكين سون تي اكتيفيتي اون فاكانس اكتيفيتي جمع مؤنث لكل اربعه لي في البنات سون ايطاليان ايطاليات مدريد سيتين فيل كلمه فيل مفرد مؤنث ناخد اسبانيول الاخير توم مفرد مذكر اللي هو الطقس كيل توم بيتيل اون ايج فيل مفرد ايه مؤنث يبقى ما فيل ايبل جي باس لا سواري شي هنا دي جامع ناخد مي لو مجازان المحل ايه فيرمي لان المحل مذكر يوم الحد لي فاكانس هتاخد الاخيره ليه لان الاجازه جامع مؤنث ما فيل ايه لوان ها دو لوكسور لوان دو لوكسور بعيدة عن الايه الاكسر في عندي دلوقتي نادية جو افيك امي يبقى سيز امي ميزين فا ام اللي اوزو ولادي بيحب يروح حديقة الحيوان اليا شوف سوري سور لاربر يبقى هنا ايه ان شوف سوري يعني اللي هو الايه الخفاش بالنسبة لدي يا جماعة تبقى ان لان هنا الخفاش مذكر جيب لا لانج كلمة لا لانج ياتي بعدها مؤنث يبقى ناخد ايه شينواز مجموعة السبعة الاخيرة تيفيان يبقى دو من اين تأتي ناخد الاولاني فيل فيني فو يبقى دو كيل فيل لان المدينة مؤنث يبقى من اي مدينة تأتونا سبورت براتيكي فو يبقى كيل الاولى قصدي رقم بي علشان سبورت دي مفرد مذكر اربعة تيفا او بارك داتراكسيون يبقى ايه كومون رقم خمس فيان دو لا ميزون انتي يبقى ايه نقول ايه كي مين اللي جاي من بيت الرعب تي فا فير سو ويك اند تي فير كوا تعمل ايه يوم العطلة سبعة سون لليو ليو جامع مذكر يبقى ناخد الاخير كومونس لي فاكانس يبقى ناخد ايه كونت اون فا لي اباري كومون كيف نذهب الى باريس رقم 10 تي ام باسيل ويك اند يبقى اقول ايه افيكي مع من تحب قضاء العطله رقم 11 جور دو فاكانس تي فا بروندر يبقى كومبيان دو كم عدد الايام 12 هنا اسك تي فا سو ويك اند يبقى ايه هنقول او اسك تي فا اين تذهب 13 فو فيني يبقى دو من اين تاتي 14 فاتي الوكسو يبقى كومون كيف تذهب الى لوكسو 15 تا فامي فا فير لو ويك اند بروشان يبقى نقول كده كو تا فامي فا فير لو ويك اند بماذا اسرتك سوف تفعل كيل و او لا يبقى ناخد كي اللي هي رقم بي بنيجي على البرودكسيون الايميل بيبقى سؤالين وعايز اجابتين صالي زي ما اون اتوند لي فاكانس افيك امباسيانس ننتظر الاجازه بفارغ الصبر او تي فا بندال لي فاكانس اين تذهب في الاجازه جي في على كامبان كيل سون تيز اكتيفيتي انشطتك ايه جي في دو فيلو تشاو الايميل اللي بعد صالي تي ام اللي او بارك داتراكسيون اون فاكانس انت بتحب تروح الملاهي في الاجازه
avec qui maman, tu vas au parc d'attraction. Maman, drôle, mais là, j'y vais au parc d'attraction avec ma famille, ma l'usra. Quelle attraction tu préfères? Aïe, là, va te faddal. J'y préfère la maison hantée, va faddal, bête roi. Abus. موضوع بقول لك اكتب من 20 ل 25 كلمه في الموضوع. تي فا لي او بارك داتراكسيون افيك تي كوبان، هتروح الملاهي مع اصحابك. سيت اسكور سيكو فو اللي فير، هتعملوا ايه هناك؟ اون فاكانس في الاجازه جي في او بارك داتراكسيون، بروح الملاهي افيك مي كوبان مع اصحابي. جيم انتري لا ميزون هانتي، بحب ادخل بيت الرعب. مي كوبان ايم، اصدقائي بيحبوا لو باتو بيرات، المركب القراصنه. نوزا شيتون دي سوفينير، نشتري هدايا تذكاريه من البوتيك. بندان لي فاكانس، اثناء هنا ده بالنسبه للجزء الاولاني. الموضوع الثاني بقى، اكري سور تي اكتيفيتي بندان لي فاكانس، اكتب عن انشطتك في الاجازه. بندان لي فاكانس اثناء الاجازه جي بوكو دو بروجي، عندي مشاريع كتير. دابور اولا جي في على كامباني، بروح الريف. شي مون اونكل، عند عمي. لا هناك جي في دو فيلو، بركب عجل. جي ناج دون لو لاك، اعوم في البحيره. انسويت بعد ذلك جي في او بارك داتراكسيون، بروح الملاهي. ها جيم لا ميزون انتي، بحب البيت الايه، بيت الرعب. ده بالنسبه للجزئيه دي. نيجي بقى، في عندي مجموعه من الامتحانات على الدرس التالي. الوثيقه الاولى عباره عن ايميل من رومان الى شريف، كلموا على الفاكانس الاجازه. سالي شريف، مرحبا شريف. جي في بارتير ا بروكسل ان بلجيك، سوف ارحل الى مدينه بروكسل في بلجيكا. بور ان سومان، لمده اسبوع افيك مي كوبان، مع اصحابي انطوان اي مارك. اون دي كيل، يقال كي اليا بوكو دي فيت، ان هناك احتفالات كثيره، اي دو فيستيفال ومهرجانات في بلجيكا. نوزالون فريمون نو اميوزي، نحن سوف نتسلى بشكل جيد او حقيقي يعني. في بروكسل ليجون الناس ام ديسكوتي انسومبل، بيحبوا يتكلموا مع بعض. سيل بروبلي، في مشكله وحيده بس، الفا بلوفوار سي ويك اند، يعني انها ستمطر يوم العطله. دونك اذا نون اللون بافير دي سورتي، مش هنخرج. مي نوز اللون فيزيتي لي ميوزي، ولكن هنزور المتاحف، مش هنعمل خروجات يعني. سؤال اولا، بروكسل 18 فيل، ها بلج بلجيكيه زي ما قال هنا، دي واحد. اتنين، رومان فا اتر ا بروكسل افيك، هيروح مع مين؟ ها افيك ايه؟ افيك سيزامي. هنا بقول لك اهون انا رايح مع اصحابي، ماشي. تلاتة، سويك اند لي تون فا اتر بلوفو، هيبقى ممطر. قال لي هنا هتمطر اهي، يبقى دي تلاتة. اربعة، سويك اند رومان فا، هيعمل ايه يا ترى؟ ها هناخد اللي او ميوزي، هروح لايه؟ المتاحف اهي، دي اربعه. القطعه اللي بعدها بعنوان او كور دو فرانسي، في حصه فرنساوي. لو بروفيسور ديماند، المدرس بيسال تلاميذه كل جور بريفيريفو، اي يوم تفضلوه؟ نادين بتقول جي بريفير لي فوندريدي، انا بفضل الجمعه. سي لي ويك اند، انها العطله. جي في او بارك داتراكسيون، بروح الملاهي افيك ما كوزين لمياء، مع بنت عمي لمياء. نوزي مون اللي على ميزون هانتي، نحن نحب الذهاب الى بيت الرعب. فدوى بتقول لجودي يوم الخميس. سي مون جور بريبري، يومي المفضل. لو سوار، بالليل بالمساء، جي في او سينما افيك ميزامي. بالنسبه لكريم، موا جيم لي روندي، بحب يوم الاثنين، كار نوزافون دو كور دو مات، عندها حصتين رياضيات. سؤال أولين، سي بيرسون سون دون، فين؟ إن كلاس، لأن مع المدرس. اتنين، كريم بريفير، كريم ده بيفضل إيه؟ ليلوندي، اللي عرفني أهو، أنا بحب الاتنين. تلاتة، لويك إند ناردين فا أو بارك داتراكسيون، ها هتروح الإيه؟ الملاهي، اسمها إيه؟ ناردين. فين ناردين؟ هتروح أه بارك داتراكسيون، دي طبعا تلاتة. بنيجي على أربعة، لي جودي سوار فدوى، هتعمل إيه بقى فدوى؟ إيكوت دي سي دي أفيك سيزامي، هتستمع اسطوانات، شوف كده يوم الإيه؟ هنا يوم الخميس مساء، شوف كده فدوى، أكد،
هتقول جي في او سينما فدوى يومها سي تانجور. هتروح ايه يوم مفضل في المساء، هتروح السينما مع اصحابها، دي فدوى، يبقى جوي فدوى هتروح السينما. يبقى ناخد اهي ريجارد ان فيلم ايه او سينما، دي طبعا لا يا جماعه نحذفها بقى عشان ما حدش يغلط فيها. خلاص ده بالنسبه لدي. خلاص بالنسبه لسؤال المواقع، تون اميتو دي مان زميلك بيسالك لعبتك المفضله ايه؟ كيس كيل دي. صحيح بيسالك لعبتك المفضله، هو يقول لك ايه؟ كيل جو تي ام او بارك داتراكسيون، دي واحد. كومون اي لو بارك داتراكسيون افيك كي كيس كي تي ام او بارك داتراكسيون، دي صح اللي هي رقم دي. رقم 10 تون كوبان تو دي مان زميلك بيسالك بوركواتي فا، لماذا تذهب الى الملاهي؟ كيس كي تو دي، روح الملاهي ليه؟ بور فير دو باتو، لا بور بروندا لو تران دي مين، عشان اركب قطار الظلام. بور انتري دون لا ميزون انتي، عشان ايه اخش بيت الرعب. 11 تون اميت دي مام دي تيز اكتيفيتي بين دان لي فاكانس، صديق بيسالك عن انشطتك اثناء الاجازه، كاس كي تو دي. جيم بوكو لي فاكانس، جي فواياج ا لترانجير، سافر الخارج، جي ناج ا لا بيسين، جي تي سويت ما سير. يبقى ناخد رقم سي ورقم اي اللي هي بسافر للخارج، بعوم في البسين. سؤال قواعد، سارة ايليل اي لارا دول يعتبروا ال افيك اس، يبقى ناخد الاخيره فيان، جي فيان تو بو جان، يبقى دو تو بي جان. دو من غدا، يبقى ده مستقبل، يبقى جي في رقم سي. اون ام فير دو سيرف، لان دي مذكر. هنا فو فيني، يبقى دو من اين تاتون. الناج ها دون لو لاك، هو يعوم في البحيره. سالي زي ما هي، لو بارك داتراكسيون اي بريدو شي توا، الملاهي قريبه منك. كوندي تي فا او بارك داتراكسيون، متى تذهب للملاهي؟ جي في او بارك داتراكسيون لو ويك اند، بروح يوم العطله. كل اتراكسيون تي بريفير، اي لعبه بتفضل؟ جي بريفير لو باتو بيرات، فضل مركب القراصنه او ريفوار. موضوع اكري سيغ تي فيتير بروجي، اكتب عن مشاريعك مستقبلية. اون فاكانس جي في الي على كامبان، سأذهب إلى الريف. جي في الي افيك ما فامي، أروح مع الأسرة. لا هناك جي في بروندا لو فيلو، أركب العجلة. جي في مونتي أشيفال، سوف أركب الحصان. جي في إيدي مون أونكل، لسعد إيه عمي. في عندي امتحان خاص بالأزهر بعنوان أو بارك داتراكسون في الملاهي. دار الحوار ده رومان بيقول للمارك ايه؟ او مارك ريجارد انظر، جي فيان دو باتو بيرات، انا جاي من مركب الخراسنه. اي توا تي فيان دو، وانت جاي منين؟ قال له ها هنا ايه؟ جي فيان دو تران دي مين، انا جاي من قطار الظلام. جي سوي تو نوار، انا كل اسود في اسود. رومان قال له ايه فو لي في، وانتوا يا بنات دو فو فيني، جاي منين؟ البنات اللي هي جولييت وماري قالت نو نحن اون فيان دو لا ميزون انتي، جاي من بيت الرعب. صافي بير هذا يخيفنا، اليا دي شوف سوري في خفافيش. رومان قال ايه؟ اسكو فو صافي او يي لوك، هل تعلمون اين لوك؟ هنا جولييت اي ماري قالت وي الي على بوتيك، هو في البوتيك. الى شيت دي فوتو سوفينير، بيشتري هدايا. رومان قال ايه؟ داكور ماشي، مي جي في او توبوغان، انا رايح الزحليقه. كي فيان افيك موا، مين اللي هيجي معايا؟ ماكسيم اي ادريان قالوا ايه؟ با نو، مش احنا جايين. نو فينون دي مونتاني روس، جايين من قطار الموت. اي نو زافون لا تيت كي تورن، واحنا عندنا دوران. السؤال الاولاني سيز ادو سون، الشباب دول موجودين فين؟ وبارك طبعا ده تراكسيون. مارك فيان دو، مارك جاي منين؟ جاي من تران دي مين، قطار الظلام. ايه على بوتيك، مين اللي في البوتيك يا جماعة؟ طبعا هو مين بقى؟ هنقول اللي هو لوك، بيشتري هدايا. صح والغلط، ماري ابير دي شوف سوري، اجابة ماري بتخاف من الخفافيش، اي ماري ايوه اليا دي، يبقى الاجابة صح. رومان بروند لي مونتانيروس،
رومان هنا بيركب الايه قطار الموت. فين رومان؟ طبعا دي ايه غلط، يبقى دي فوق، لا بيركب الزحليقه يعني. مارك ايه تونوار لونه اسود كله، يبقى دي ايه صح. سؤال مواقف، تونكوبان طبعا في الازهر اختيار واحد اثنين ثلاثة أربعة، اختيار واحد. زميلك سيمفورم يستعلم سيور تي بروجي اون فاكانس عن مشاريعك في الاجازة، هو يقول كيس كي تي فا فير لي فاكانس بروشيل. تي بار لدو تي بروجي بتتكلم عن مشاريعك يوم الجمعة، تو دي جي في مي بروميني او بارك اتفسح في جنينة. ثلاثة ان اميز تكسب ليك، صديق بيشرح لك بوركوا النيم باب روندا لافيون، ليه مش بيركب الطيارة؟ هو يقول جي ان ماكيت دافيون سا مي فيبير، دي بتخوفني. أربعة تون أميتو دي مان، زميلك بيسألك كوندو لو بارك داتراكسيون اي اوفيرت، متى الملاهي بتفتح؟ هتقول له ايه؟ تقول له دو نيفير ا فانت اير من 9 للساعة 8 مساء. سؤال قواعد، تيفيان يبقى دو، من أين تأتي؟ هنا تانية فيان دو بارك، دومان نوزالون عايزة مصدر يبقى فير. هنا رقم أربعة جونين با شوف سوري، يبقى ناخد اليس. الليفو هنا على فيت يبقى فينير مصدر لأن ده مستقبل قريب. سالي زي ما اوتي فا أين تذهب؟ أين سوف تقضي الأجازة؟ جي في باسي لي فاكانس ا الكسندري، هذا في اسكندرية. كيس كي دي فا فير هتعمل هناك؟ جي في ناجي على مير هون في البحر ابلوس. هنا موضوع تي فا الي او بارك داتراكسيون افيك تيزامي، تذهب الى الملاهي مع اصحابك احكي. هنا ان فاكانس جي ام الي او بارك داتراكسيون، يعني بحب اروح الايه الملاهي. افيك ميزامي مع اصحابي، لا هناك جيم لو باتو بيرات، بحب مركب القراصنه. ميزامي ام لا ميزون انتي، اصحابي بيحبوا بيت الرعب. جي مونت لو توبوغان نوزالون اللي على بوتيك، نروح البوتيك بور اشتي دي سوفينير. هنا بقول لك اكتب عن مشاريعك اثناء الاجازه دي، طبعا متكرره. اخر امتحان معانا في الترم ده، هنا بيقول لي ايه بونجور جو مابيل هوجو لوري لوري لورنتين جي سويدو كندا، انا من كندا مي جابيت اباري لكن عايش في باريس. جي سوي ميدسان انا دكتور اي جي ترافاي دون زان اوبيتال، وبشتغل بمستشفى في وسط باريس. جي ترونت ويتان عندي 38 سنة، يوم العطلة جيم فيزيتي لا تور ايفل، بحب ازور برج ايفل. اي لو ميوزي دو لوفر ومتحف اللوفر. جيم شاتي بحب ادردش افيك ان كوبان مع زميل مصري دومون اج من نفس عمري. فواسي مون نوميرو دو بورتابل، ده رقم المحمول اهو. اي مون كوريل والبريد الالكتروني لياهوجو ات لورنتين @gmail.com. ميرسي ابيانتو، شكرا والى اللقاء. هنا بقى هوجو، هنا ماله بقى هوجو؟ هنا دون ديزانفورماسيون سيو سون باي بارل دو سون امبلوا شيرش ان كوريسبوندو ايجيبسيان، طبعا بيدور على مراسل مصر عشان يكلمه. رقم اثنين مينتينو هوجو ابيت، الان هوجو عايش فين؟ في فرنسا. رقم ثلاثة هوجو ايه ميدسان دكتور. هوجو عنده كم سنة؟ 38 سنة الأخيرة. الوثيقة اللي بعد كده بعنوان لي فاكانس الأجازة. لورا وكامي وماتيلد كلها بتتكلم عن الأجازة. لورا بتقول جادور لي فاكانس، أعشق الأجازة الكبيرة بتاع الصيف. بارسكي أونا أونا بادو كول، لأن ما عندناش حصص. جيب إيدو سبور، بمارس رياضة تولي جور كل يوم. سي سوبر شيء رائع. كاميليا بقى بتقول مو أنا جونيم بالي فاكانس، ما بحبش الأجازة. بارسكو جي ني سوي با افيك مي كامراد، لاني ما بكونش مع اصحابي دو كلاس بتوع الفصل. جي ريغارد لا تلفزيون على ميزون، بتفرج على التلفزيون في البيت. ماتيلد بتقول مي فاكانس بريفيري، اجازاتي المفضله سون لي فاكانس دي فير، هي اجازه الشتاء. بارسكو جي في على مونتان، يعني بروح الجبل. افيك مي بارون، مع والدي. اي جي في دو سكي، ومارس التزلج على الجليد. سؤال أولاني لورا ام بيان لي فاكانس ديتي،
لورا بتحب اجازه الايه؟ الصيف. اي تعشقها يعني. ان فاكانس كامي، في الاجازه كامي بتعمل ايه بقى؟ هنا ريست شي ال، تقعد عندها في البيت تتفرج على التلفزيون. ماتيلد فا الا مونتانيا، بتروح الايه؟ الجبل. هناخد افيك سون بير اي سامير، ليه؟ لان قالت انا بروح، دي اسمها ايه بقى؟ ماتيلد افيك مي بارونت، مع والدي. أربعة ثمانية والأخيرة اون فاكانس لورا، لورا بتعمل إيه؟ في الديسبورت، في الأجازة لورا بتلعب إيه؟ رياضة أهي. دي طبعا أربعة. سؤال المواقف، تي ديماندا عن توريست، تسأل سائح لا لانج بارلي، عن اللغة اللي بيتكلموا بها في دولته. كاسكتو دي كلي فوتر لانج ناسيونال، ما هي اللغة بتاعتكو؟ كيل تومت لا، كيل سون لي كولير لا، كيل لانج فو بارلي، دي صح. كلي لا كابيتال، يبقى ناخد الاولى وهناخد رقم دي. رقم 10 بور انونسي تي بروجي، عشان تعلن مشاريعك اثناء العطله. كاسكتو دي جي في الي اوليسي، طبعا ما ينفعش لان ده يوم العطله. جي في فير دو فيلو دون لا فوري، دي صح ماشي، يعني هركب عجل في الغابه. يوم الجمعة نو سون كونجي، لا جي في ناجي دون لولاك، دي صح. 11 تون اميتو دي مان، زميلك بيسألك كيل اليمو، اي عناصر الطبيعة تي ام تحب؟ كاسكتو دي جادور لي ميوزي اي لي بارك، لا متاحف. جادور لي مونتاني اي لي مير، دي طبعا ايه اللي هي الطبيعة، عناصر الطبيعة. جادور لي زوازو اي لي زاربر، الطيور والاشجار، دي صح. في عندي قواعد، دومان غدا لي تون فا، عايز ايه؟ لي تون فا نقط موفي، يبقى فا اتر سوف يكون سيء. توماس اي دوريجين، ياتي بعدها جنسيه مفرد مؤنث، يبقى ايطاليان. ناسيوناليتي مفرد مؤنث ات فو، يبقى دوكيل ناسيوناليتي، من اي جنسيه؟ دوكيل ناسيوناليتي ات فو، من اي جنسيه انت تكون، او كيل ناسيوناليتي ات فو، اي جنسيه انت تكون، لا يبقى دو كل اي جنسيه. في عندي خلي بالنا، مون اونكل ابيت، هنا مكسيك يبقى او مكسيك. سي نقط سكارابي، سكارابي دي مفرد مذكر، يبقى ناخد لها ان. لويك اند جيم فير دو باتان، سالي زي ما هي، تي ام الي او بارك داتراكسيون، بتحب تروح الملاهي. كونتي تي فا او بارك داتراكسيون، متى تذهب للملاهي؟ اقول ايه؟ اون فاكانس جي في او بارك داتراكسيون، ماشي. وممكن اقول لو ويك اند عادي خالص يعني. جيم بوكو لو تران دي مين، يعني بقول لك اي لعبه بتحبها. الموضوع اكري سيو لي تون، اتكلم عن الطقس اثناء الفصول الاربعه في مصر. اون ايتي الفيشو، في الصيف الجو حر، اون فا الا بلاش، نروح الشاطئ. اون ايفير في الشتاء، الفيفروات جو برد. اون باس لا سواري على ميزون، قضي السهره في البيت. اون اوتون في الخريف، الفي موفي جو سيء. اون جو او زي شيك، نلعب شطرنج دون لا دولو صالون، في الصالون. او برانتون في الربيع، الفي بو جو جميل، اون فا او جاردان، نذهب الى الحدائق. وبكده اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي، انتهينا من الوحدة الثانية كاملة، وكده انتهينا من الترم الأولاني. انتظرونا إن شاء الله مع المراجعة والامتحانات. تمنى لكم التوفيق، وطبعا ما ننساش اشتراك في القناة ودعمها بلايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.